السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنعرف ازاي نقدر نحول مجموعه من الصور كملف بي دي اف واحد. فيلا بينا. فاحنا ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنعرف ازاي نستخدم الصور اللي احنا استخرجناها وعدلنا عليها في الفيديو اللي فات. فيا ريت لو انت ما اتفرجتش عليه ترجع تتفرج عليه تاني، تمام؟ ونحولهم كلهم في ملف بي دي اف واحد، تمام؟ دي طبعا مهم جدا، بحيث مثلا لو انت التطبيق اللي احنا متكلمنا عنه شبه كام سكانر مثلا ولا حاجه، عندك اكتر من صوره وانت عدلت على الصور ديت وظبطتهم وكل حاجه، فانت عايز بقى مثلا مش هتسيب الصور كده متبعتره كده مع بعضها، تمام؟ لا، انت عايز مثلا ملف واحد يجمع الصور دي كلها، واحسن ملف يعمل الكلام ده ملفات البي دي اف، تمام؟ فاحنا هناخد الصور اللي عندنا كلها ونحولها ملف بي دي اف واحد، تمام كده؟ فملف بايثون القديم اللي احنا شرحناه في الفيديو اللي فات انا عدلت عليه شويه حاجات بسيطه كده. اول حاجه انا يعني عملت كومنت لكل الحاجات اللي فاتت ديت، وضفت هنا ميثود جديده او داله جديده، تمام؟ اسمها ميك بيج ابرايت. كل الفكره اللي فيها ان هي بتجمع بس الخطوات اللي احنا عملناها هنا، تمام؟ هتلاقي نفس الكود بس انا شلت شويه حاجات يعني مش ضروريه كده، يعني اللي هو سواء مثلا عرض الصور والكلام ده كله، تمام؟ فانا شلتها بحيث ان هي ترجع لي بس الصوره النهائيه، ادي لها مثلا صوره فيها الورقه اللي انا عايزها، تمام؟ وهي في الاخر خالص هترجع لي الورقه بقى، تمام كده؟ تمام. في بس في حته مهمه قوي انا يعني نسيت اقولها المره اللي فاتت، تمام؟ اللي هي بتاعت الريشيو، تعالى كده اوضحها لك، اللي هي الجزء ده كده، تمام؟ احنا كنا في الاول خالص في يعني في المره اللي فاتت احنا كنا شرحنا ازاي كنا بنعملها بالطريقه ديت كده، اهي بالطريقه ديت كده، تمام؟ كانت الريشيو ديت عباره عن النسبه ما بين الطول الحقيقي للطول اللي بعد التصغير، تمام؟ اهو دي الريشيو اهيت، تمام؟ كانت النسبه ما بين الطول الحقيقي اللي هي بتاعه الصوره اللي داخله لنا اللي داخل البرنامج، وبعد كده مين الطول الجديد اللي هو مثلا 400 اللي احنا حددناه، تمام؟ طيب، فهو كده في مشكله ليه؟ عشان كنت يعني شغال في مشروع قبل كده برضك، وكان الفكره ان الصور كنت بطبق نفس الخاصيه دي برضك، واللي هو الراب برسبكتيف دي كنت بطبق، بس الفكره ان انا كنت بعتمد على الريشيو بتاعت الطول الحقيقي للطول اللي بعد التصغير، تمام؟ وكنت بضربها بقى في كل حاجه وكده يعني، فالصور كانت بتطلع بايظه. طب ليه الصور بتطلع بايظه؟ عشان النسبه، عشان الفكره ان النسبه بتاعت الريشيو ديت هتبقى صحيحه لو كانت الصوره اللي عندك على شكل مربع، تمام؟ فهتبقى دايما مين؟ هتبقى دايما النسبه ما بين الطول والعرض ثابته، تمام؟ يعني ايه؟ يعني مثلا العرض مثلا 400 هيبقى الطول برضك 400، مثلا العرض 600 يبقى الطول 600، عشان دي شكل مربع اساسا. فبالتالي انت ممكن تستخدم ريشيو واحده بس اللي هو النسبه ما بين الطول الحقيقي والطول بعد التصغير، تمام؟ انما الفكره بقى، الفكره ان احنا هنا الصوره عندنا مش مربع، لا، الصوره الورقه دايما معظم الاحوال بتبقى على شكل مستطيل، تمام؟ بتبقى مثلا الطول اكبر والعرض مثلا اصغر، تمام؟ فكل واحده يبقى له الريش بتاعته او النسبه بتاعته، تمام كده؟ فانت محتاج بقى ان الكورنرز لما تيجي تجيبها لازم تضربها مثلا الاحداثيات اكس مثلا ولا حاجه تضربها في الريش بتاع العرض، تمام؟ واحداثيات واي تضربها في الريشيو بتاعت الطول، تمام؟ فدي الخلاصه كلها. فانا الفكره بقى ان المشكله ديت يعني هي مشكله كانت كبيره بصراحه، يعني انا فضلت ادور طب ايه اللي بيسبب المشكله ديت، ايه اللي بيسبب المشكله ديت، فين وفين، على معرفة ان فعلا ان انا نسيت اضرب في الريشيو بتاعه الويتس، عشان الويتس والهايت مش نفس الابعاد او مش مرتبطين ببعض، تمام كده؟ فدي خطوه مهمه جدا بردك عايزك تطبقها بردك وتخلي بالك منها، تمام؟ طب هنعمل الكلام ده كله ازاي؟ هيبقى نفس الكلام بالظبط، احنا هنجيب الكورنرز بتاعتنا ونعمل كل حاجه، تمام؟ بعد كده هنعمل نيو كورنرز بقى، هيبقى بنفس مين؟ بنفس الابعاد بتاعه الكورنرز الاصليه اللي عندنا ديت، تمام؟ اهي هتبقى عباره عن اري نمباي اري كلها اصفار، تمام؟ اربع صفوف في عمودين اثنين، تمام كده؟ طيب بعد كده هنيجي بقى على اي فور اي، ماشي؟ فور اي ان رينج من لين الكورنرز، تمام؟ عشان نشوف كام عنصر في الكورنرز دي، كام نقطه في الكورنرز ديت، تمام؟ وبعد كده نقول له النيو كورنر مثلا النقطه الاولانيه في النيو كورنر بتساوي مين؟ بتساوي مثلا الكورنر اي، تمام؟ صفر. كورنر اي صفر دي عباره عن مين؟ دي عباره عن احداثي اكس، تمام؟ هنضربها في مين؟ في الريشيو بتاع الويتس، تمام؟ كورنر اي واحد دي عباره عن مين؟ احداثي واي، وهنضربها في مين؟ في الريشيو بتاع الهايت، تمام كده؟ تمام، بس كده. فكده كل واحده او كل احداثي اتضرب في الريشيو الخاصه بيه، تمام؟ قيمه اكس اتضربت في الريشيو بتاع الويتس، وقيمه واي اتضربت في الريشيو بتاعت الهايت، تمام؟ فيبقى كده كل واحد متضرب في الريشيو بتاعته، تمام كده؟ تمام. بعد كده نطبق نفس الكلام ده على كل النقط بقى، وفي الاخر خالص لما نيجي نقول له ابلاي توب فيو نديله النيو كورنرز، مش الكورنرز ديت بقى القديمه، لا، نديله النيو كورنرز اللي احنا عدلنا عليه، تمام كده؟ بس فهتطلع نفس القيم. انا ما اعرفش صراحه ليه البرنامج اشتغل بريشيو واحده، بريشيو بتاعت الهايت، صراحه مش عارف هو ليه اشتغل وادينا صور صحيح، تمام؟ بس انا شبه ما قلت لك كنت شغال في مشروع
وطبقت نفس الحاجات ديت وطلعت الصور غلط، تمام؟ انما لما عدلتها وطبقت الحاجات الجديده اللي انا كاتبها دلوقتي ديت اشتغلت صراحه. فمش عارف الصراحه بقى، تمام؟ فهو المهم يعني خليك في الامان برضك ان انت تطبق لكل واحده الريش بتاعته، طالما الصور اللي عندك مش صور مربعه وصور مستطيله شبه الورقه اللي عندنا كده، فلازم تطبق الخطوه دي، تمام كده؟ بس تمام، تعالى بقى نشوف احنا هنعمل ايه في الفيديو بتاع النهارده. اول حاجه هنقول له فروم ال1 اللي هو ليسون 1 يعني اول درس، تمام؟ راب برسبكتيف، هنقول له هنعمل امبورت لمين؟ للميك بيج ابرايت، والرسايز ديت احنا مش محتاجينها اساسا، تمام؟ الرسايز انا كنت بعملها بس عشان بتست شويه حاجات كده، تمام؟ طيب تاني حاجه هنعمل مين؟ تيك انتر، ماشي؟ ديت عباره عن ايه؟ ديت عباره عن يعني مكتبه كده عشان نقدر ان احنا نخلي المستخدم لما يشغل البرنامج يبعت له يتفتح له مثلا نافذه كده يقول له حدد الفولدر اللي فيه الصور اللي انت عايز تعمله، تمام كده؟ تمام. طيب وبعد كده سي في 2، وبعد كده او اس وسيستم وويب براوزر. ويب براوزر فايدته ايه؟ عشان بعد ما نخلص البرنامج خالص، تمام، البرنامج بعد ما يخلص خالص نقول له ايه؟ افتح ملف البي دي اف بقى، افتحه في البراوزر عندنا، افتح ملف البي دي اف، تمام؟ طيب بي دي اف بس بيساوي نقطتين سلاش اكس دوت بي دي اف، تمام؟ دي ليه؟ دي فايدته ان احنا يا سيدي ما انت بعد ما نخلص البرنامج ويخلص وكده ونبدا بقى ان احنا نحول الصور اللي عندنا لملفات بي دي اف، تمام؟ احنا عايزينه نعمل ايه؟ عايزينه يحفظه في يعني ايه؟ في نفس المسار اللي موجود فيه الفولدر بتاع الصور، تمام؟ يعني فولدر الصور مثلا موجود في فولدر معين، فاحنا عايزين نحفظه في نفس الفولدر اللي موجود فيه الفولدر بتاع الصور، ماشي؟ مش جوه الفولدر الصور، لا، في نفس المسار اللي موجود فيه فولدر الصور ذات نفسه، تمام كده؟ فعشان كده احنا حطينا نقطتين، تمام؟ عشان احنا لما نطلب من المستخدم ان هو يدخل مين؟ الفولدر اللي هو عايزه، اصل احنا هنطلب هنا من المستخدم مين؟ هنقول له دخل الفولدر اللي انت عايزه، وبعد كده هنغير المسار اللي بتاع اللي احنا شغالين فيه، هنقول له او اس دوت تشينج دايركتوري ونديله الفولدر، تمام؟ فده هيغير لنا المسار اللي البرنامج شغال فيه، تمام؟ عشان حفظ الملفات وقراءه الملفات وكل حاجه، فنقول له لا اشتغل في الملف ده، في الفولدر قصدي ده، تمام؟ فدي الفولدر بتاع الصور، تمام؟ فانا عايز احفظ ملف البي دي اف فين؟ عايز احفظه في الفولدر اللي موجود فيه فولدر الصور، تمام؟ هو مش في نفس فولدر الصور ذات نفسه، لا، في الفولدر اللي موجود فيه فولدر الصور، تمام كده؟ تمام، يا رب تكون واضحه بس، تمام؟ فعشان كده احنا حاطين النقطتين ديت، وبعد كده اسم مين؟ الملف بي دي اف، تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف اول حاجه اللي هو جيت ايمج فولدر، تمام؟ فهو نقول له تيك دوت ويزدرو، تمام؟ ديت فايدتها ايه؟ انت لو جيت عملت كومنت للجزء للسطر ده، تمام، وجيت شغلت البرنامج هتلاقي فيه نافذه صغيره كده بتظهر في البدايه، تمام؟ نافذه صغيره كده ملهاش اي لازمه اساسا، ولا فيها زراير ولا فيها اي حاجه، تمام؟ فتيكي دوت ويزدرو ديت دي فايدتها ان هي بتخفي النافذه ديت، ما تخليهاش تظهر اساسا، وتخلي النافذه اللي احنا عايزينها اللي هي بتطلب المستخدم ان هو يدخل الفولدر اللي هو عايزه تظهر بس، تمام؟ تمام. طب دي بقى، طب النافذه بتاعت المستخدم ديت هتظهر فين؟ من السطر ده، هنقول له فايل دايلوج دوت اسك دايركتوري، فهتطلب من البرنامج من المستخدم ان انت تحدد الفولدر اللي فيه الصور اللي انت عايز تستخدمه، تمام؟ تمام. دي هيرجع لنا مين؟ دي هيرجع لنا المسار بتاع الفولدر اللي احنا عايزينه، تمام؟ بعد كده نتاكد بقى ان الفولدر فعلا المستخدم اختار فعلا فولدر، ف يعني الفولدر مش فاضي ولا فيه اي حاجه، لو كان فاضي هنقول له سيستم دوت اكزيت، ده هيطلع من البرنامج ذات نفسه، هيطلع من السكريبت خالص ويطلع خالص، تمام؟ طيب بعد كده نرجع مين؟ الفولدر اللي احنا عايزينه. طيب بعد كده احنا معانا مين؟ معانا الفولدر اللي فيه الصور، فهنعمل مين؟ هنغير المسار بتاعنا للفولدر ده، تمام؟ وبعد كده نبدا نحول الصور اللي عندنا، تمام، لمين؟ لبي اي ال ايمج اللي هو بيلو، تمام؟ شفت هنا بي اي ال اللي هو اساسا بي اي ال ده اختصار لايه؟ اختصار لبايثون ايمج لايبراري، بي اي ال بايثون ايمج لايبراري، تمام؟ فهو يعني مكتبه قويه جدا جدا، يعني مشهوره قوي شبه اوبن سي في كمان، تمام؟ فهي مشهوره قوي في الصور والتعامل مع الصور وكل حاجه من الحاجات دي، تمام؟ فهو الفكره ان احنا نستخدم فيها بس حاجه اسمها ايمج، تمام؟ احنا اتكلمنا عنها برضك في اوبن سي في المبتدئين في اللي هو الدرس بتاع الخطوط، ازاي تستخدم اكتر من خط في اوبن سي في المبتدئين، تمام؟ فبرضك ممكن ترجع تشوف الفيديو ده برضك من استخدامات مفيده قوي للبيلو برضك، تمام؟ طيب بعد كده عندك الباي اللي ديت فيها حاجه مهمه قوي اسمها ايمج، ايمج ديت لها ميثود مهمه برضك اسمها فروم اراي، فروم اراي اهي هنا هيت ايمج فروم اراي، فايدتها ايه؟ فروم اراي ديت ان انت بتدي لها نمباي اراي، تمام؟ وبترجع لك بي اي ال ايمج، تمام؟ بي اي ال ايمج، تمام؟ طيب فهو طبعا احنا عارفين اوبن سي في، اوبن سي في لما بتدي لها صوره معينه ولا حاجه بترجع لك نمباي اراي، فاحنا الفكره في كده بقى، احنا عشان كده استخدمنا الجزء ده كده،
تمام. فاحنا الفكره ان احنا هناخد الصوره بتاعتنا تمام، نعمل لها يعني ايه معالجه باوبن سي في، ونحدد الورقه اللي احنا عايزينها وكل حاجه تبقى تمام. تمام، فالجزء بقى بعد ما الورقه ما تتعمل لها معالجه وكل حاجه يبقى زي الفل تمام، هيبقى الايمج اللي عندنا او الصوره اللي عندنا تبقى عباره عن نمباي اري. فاحنا بعد كده هننادي على ايمج دوت فروم اري، وندي لها النمباي اري ديت فترجع لنا بي اي ال ايمج. طب ليه هترجع لنا بي اي ال ايمج؟ عشان احنا بعد ما نرجع الصور ديت او البي اي ال ايمج نقدر ان احنا نسيفها على هيئه بي دي اف تمام، باستخدام مكتبه بي اي ال بردك تمام. مكتبه بي اي ال ممكن انت تسيف الصور اللي عندك على هيئه بي دي اف تمام كده. فدي الخلاصه كلها بتاعت البرنامج. فاحنا هنعمل الكلام ده كله ازاي؟ هنقول اول حاجه هنعمل ميك كارد ميك بيج ابرايت، وندي لها السورس اللي عندنا تمام. طبعا في هنا جزء بردك مهم، تعديل بسيط هنا تمام. هي هتاخد السورس، السورس دي اول حاجه هتعمل يعني ايه، هتفحصه الاول، هتشوف لو كان السورس ده عباره عن سترينج يعني نص داخل، فهي لو نص داخل هتفهم ان النص ده عباره عن المسار بتاع الصوره اللي انا عايزه تمام، هو عباره عن مسار الصور تمام. فهي تعمل له مين ايمج ريد تمام، وتقول له الايمج بتساوي ايمج ريد. طيب لو ما كانش سترينج خلاص، هي هتفهم بقى ان هو اللي داخل ده عباره عن نمباي اري، يعني البرنامج اللي بيستخدم الميثود ديت قرا الصوره قبل ما قرا الصوره واداها لها تمام. فهو دي الخلاصه، يعني لو كان سترينج هتفهم ان هو عباره عن مسار فتقراه، انما لو كان غير كده فتفهم ان هو عباره عن نمباي اري وخلاص، تستخدم بقى النمباي اري دي ذات نفسها تمام. مهم قوي برضك انت تستخدم ايمج بتساوي نون قبل الجزء ده كله تمام، عشان تعرف تستخدم الايمج دي بعدين تمام. تمام طيب، فاحنا الفكره ان احنا هندي لها السورس، هنقول له ميك بيج ابرايت، هندي له السورس تمام. فده هيرجع لنا مين؟ ده هيرجع لنا الصوره او الورقه اللي عندنا، الورقه اللي عندنا اللي احنا عايزينها بالظبط تمام، على هيئه نمباي اري. طب بعد ما ترجع على هيئه نمباي اري هنحولها بقى من البي جي ار للار جي بي. احنا عارفين برضك ان من كل ده، كل الكلام انا بقوله ده قلناه في اوبن سي في المبتدئين، فارجع اتفرج عليها برضك تمام. اللي احنا عارفين ان اوبن سي في بتقرا الصور على هيئه بي جي ار مش ار جي بي تمام، والبي اي ال لا، البي اي ال العكس بقى، بتقرا الصور على هيئه ار جي بي مش بي جي ار تمام. فلو انت ما حولتش للار جي بي تمام، وسبتها زي ما هي كده وحولتها واديتها للبي اي ال كده بنفس الصيغه كده بالبي جي ار، هتلاقي الصور داخله يعني هتلاقي الالوان داخله في بعضها والوان غريبه خالص كده تمام. الالوان هتبقى الوان غريبه خالص تمام. فانت لازم تحول الصور اللي عندك لار جي بي قبل ما تحولها لمين؟ للايمج بي اي ال تمام كده. تمام، فعشان كده احنا عملنا كونفرت للصوره اللي نجه تمام للناتج ده، وهنحوله لمين؟ من البي جي ار للار جي بي تمام. وبعد كده نقول له ايمج فروم اري، نديله مين الايمج بتاعتنا تمام. دي بقى هيرجع لنا مين؟ بي اي ال ايمج تمام، دي اللي احنا عايزينه عشان نعرف مين نسيف الصور اللي عندنا على هيئه بي دي اف تمام. طيب بعد كده بسطر واحد بس في بايثون، يعني حاجه جميله صراحه يعني روعه تمام. فانت هتقول له ايه؟ هتقول له فور ايمج ان او اس دوت ليست دايركتوري، وندي له الفولدر اللي عندنا تمام. دي هيجيب لنا كل الملفات في الفولدر اللي المستخدم حدده تمام، وفي كل ملف من الملفات ديت هنطبق الميثود ديت اللي هو كرييت باي الايمج، وندي لها الايمج اللي عندنا. خلي بالك ان الايمج ديت عباره عن مين؟ دي عباره يعني المتغير ايمج دي عباره عن ايه؟ عباره عن سترنج، عباره عن اسم الملف اللي موجود في الفولدر ده تمام. وتاني حاجه احنا مهم قوي ان احنا عملنا تشينج دايركتوري ديت ليه؟ عشان ان لما البرنامج يجي يقرا يعرف الصوره ديت موجوده فين. ما احنا لو ما عملناش تشينج دايركتوري ده تمام، لو ما عملناش تشينج دايركتوري ده وجيت انت شغلت البرنامج بالشكل ده كده هيقول لك خطا. ليه هيقول لك خطا او هيدي لك خطا ليه؟ عشان هو مش هيلاقي الصوره تمام، عشان هو مش هيلاقي الصوره. عشان لما هو مثلا ايه هيجي يقرا الصوره ديت مثلا هيلاقي الايمج ديت عباره عن مين؟ عباره عن مثلا بي 2 دوت جي بي جي مثلا تمام. فهو مش عارف يعني فين بي 2 دوت جي بي جي ديت، مش عارف تمام. هو اللي هيجي يدور عليه هيجي يبص على المسار اللي موجود في السكريبت تمام، يعني السكريبت مثلا موجود في الفولدر ده كده، فيجي يبص حواليه كده في اي حاجه مثلا هنا اسمها بي 2 دوت جي بي جي مش هيلاقي، فيطلع لك ايرور تمام. فده الخلاصه بقى. فهنا مهم قوي ان انت تعمل تشينج دايركتوري عشان ايه؟ يعرف فين الصوره ديت بالظبط تمام. وبعد كده فكل صوره من الصور ديت هنحولها من لبي ال ايمج تمام. بعد ما خلصنا بقى خالص هنقدر ان احنا نعمل ايه؟ نحوله للبي دي اف تمام. فانت اول حاجه احنا هناخد اول صوره بس تمام، هناخد اول صوره ونقول لها دوت سيف تمام. هندي لها من مسار البي دي اف اللي احنا حددناه، وعايزين الصيغه اللي عايز تسيفها بقى انهي صيغه بقى؟ بي دي اف جي بي جي بي ان جي ولا ايه بالظبط؟ لا احنا عايزين من بي دي اف تمام. وبعد كده ريزوليوشن، عايز يعني الدقه بتاعت الصوره اللي عندك تبقى كام؟ 100% 50% 10%، فاحنا هنقول لا 100% تمام.
وبعد كده سيف اول بيساوي ترو. سيف اول بيساوي ترو دي معناه ايه؟ معناه ان انت هتضيف كمان صور، في صور كمان انت عايز تسيفها معاه او تضيفها للبي دي اف، تمام؟ فهي فعلا هنقول له سيف اول بيساوي ترو، وبعد كده نقول له ابند ايمجز، تمام؟ ونقول له من فين لفين، من البي اي ال ايمج من اول من تاني واحده لحد الاخر، تمام؟ احنا خدنا اول واحده وسيبناها، تمام؟ وبعد ما سيبناه قلنا له ايه؟ ضيف كمان الصور ديت كمان معاه. طب من اول فين؟ من اول صوره، من تاني صوره لحد الاخر، تمام؟ اهو يبقى من تاني صوره لحد الاخر، تمام كده؟ تمام بس. وبعد كده هيبدا بقى هو يسيبها لك ويعمل لك البرنامج كله على هيئه ملف بي دي اف واحد ويعرضه له، تمام؟ طبعا لو انت عايز مثلا تسيفه مثلا على هيئه صوره واحده، لو كانت صوره واحده مثلا ولا حاجه، هتقول له بي ايمج دوت سيف، تمام؟ المسار بردك بتاع البي دي اف هو ده، الصيغه بتاعته ايه؟ بقى عباره عن ملف بي دي اف، وريزوليوشن مثلا خليتها 10%، ماشي؟ ماشي بس كده، تمام؟ طبعا في مكتبات يعني ايه مخصصه بس للبي دي اف، يعني الملفات يعني طبعا في مكتبات مخصصه بس للبي دي اف، يعني صراحه رهيبه جدا ويعني مش طبيعيه، قويه جدا في معالجه البي دي اف. شبه مثلا مكتبه اسمها ريبورت لاب، تمام؟ اتك بس على اللينك ده كده هيوديك على يعني ايه مقاله بتشرح ريبورت لاب والكلام ده كله. فانا استخدمت المكتبه ديت صراحه رهيب، تمام؟ هي مخصصه سنه بي دي اف، فهي اقوى من كده بكتير، تمام؟ بس عشان البرنامج بتاعنا يعني بسيط شويه، فهو بيحول شويه صور لملفات بي دي اف، لملف واحد بي دي اف قصدي، فهو يعني ايه مش محتاجين ان احنا نتعمق اكتر في المكتبه ديت، تمام؟ تمام بس. فبعد ما يخلص خالص بقى هيعرض لك الملف ده، فتعالى كده نشغل البرنامج ونشوف هيعمل ايه. اهو اول حاجه بيطلب منك الفولدر، فاحنا هنقول الفولدر ده الايمجز، تمام؟ هو خلص اهوت، تمام، عرض الملف اهو، تمام بس. فده اول صوره، دي الصوره اللي احنا كنا شغلنا عليها في الفيديو اللي فات، تمام؟ طبعا كبيره قوي، تمام. وده صوره تانية، تمام؟ صوره تانية انا كنت شغال عليها برضك، تمام. تعالى اوضح لك فين الصوره ديت. اهي ادي الصوره اهي، ادي الايمج اهي، ادي الصوره دي، تمام. طبعا يعني شوف البرنامج رهيب، يعني لقط الجزء ده كده وجابه، يعني صراحه رهيب. شوف يعني ديت وجاب جابها يعني صراحه جامد جدا يعني، تمام. ادي الصوره الثانيه، دي الصوره اللي احنا كنا شغالين عليها الفيديو اللي فات، تمام. فهو ديت جاب الصورتين الاثنين وحطهم كلهم في ملف بي دي اف واحد، تمام. انا عارف ان الصوره الثانيه ديت كبيره قوي مقارنه بالصوره ديت، بس لو انت جيت لاحظت هتلاقي ان الصورة ديت دي تقريبا 3000 عرض في 4000 طول، فكبير، تمام. انما ديت هتلاقي مثلا 480 في 720، ف 480 عرض في 720 طول، فهي يعني صراحة مقارنة بديت يعني صغيرة قوي، تمام. فعشان كده في فرق جامد. انا حاولت والله ان انا مثلا ايه اصغر الصور مثلا ولا حاجة، ولا احاول ان انا اعمل اي حاجة بحيث اخليهم بنفس الابعاد، بس ما ينفعش، تمام. فبالتالي ديت يعني ايه حاجه مقبوله برضك، ان هو يعني يعمل الصور كلها في ملف بي دي اف واحد، فحاجه جميله جدا ورهيبه جدا، يعني روعه بجد يعني، تمام. فانت ممكن مثلا الصور بتاعتك طبعا يعني ايه مش هتبقى بالابعاد المختلفه دي كلها، تمام. فانت طبعا لو مثلا كاميرا معينه او اي حاجه معينه هتلاقيها بتصور الصور بنفس الابعاد، تمام. يعني مثلا الصوره ديت انا كنت مصورها بالتليفون بتاعي، تمام. فهتلاقي كل الصور هتطلع بنفس الابعاد، وبالتالي لما تيجي تعمل ملف البي دي اف هتلاقي كل الصور بنفس الابعاد بالظبط، تمام. فمش هيبقى عندك صوره كبيره كده ولا صوره صغيره، تمام كده. فده القصد يعني، فهو القصد يعني ان مش هتبقى دي مشكله بعدين ان شاء الله. الصور الاصليه هتبقى بنفس الابعاد، وبالتالي في البي دي اف هتبقى برضك بنفس الابعاد، تمام. فدي الخلاصه يعني بتاعت الموضوع ده كله. فيارب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه، وريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، وشوف كل الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.